بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد في الأسبوع الأول لمادة اللغة العربية بعنوان وحدتنا الكبير الفكر العربي المتجدد. وبهذا الأسبوع نلتقي مع نص الاستماع والموجود بصفحة 114. نقول طلابي نص الاستماع متحدثا عن جهود الملك عبد الله الثاني في الحديث عن الإرهاب والتطرف وإظهار سماحة الإسلام، فنقول بأن الإرهاب هو التهديد باستخدام وسائل من شأنها إخافة الناس وإفزاعهم وإحداث ضرر مادي في نفس أو مال بقصد الوصول إلى غايات وأهداف غير مشروعة وغير مرتبطة بمصالح فردية، ويصح أن يكون الدافع سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، والعنف هو محور الإرهاب الأساسي. نعم، إن الشريعة الإسلامية ترفض العنف بأشكاله كافة منهجا في التعامل مع الآخرين، وتجعل من حوار المنطق بالتالي هي أحسن طريقا لتبادل الفكر والحوار. والدين الإسلامي الحنيف قائم على التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طلابي، ما إن ذهبنا إلى صفحة 114 علينا الذهاب إلى حل التمارين. وأول سؤال هو ما المقصود بالإرهاب في اصطلاح الباحثين، وهو كما ورد في نص القراءة قبل قليل، ما المحور الأساس للإرهاب، وما هو موقف الشريعة الإسلامية من العنف بأشكاله كافة، وكيف ويجب عليك أن تستنتج مبادئ رسالة عمان من خلال النص الذي طرح أمامك والموجود بصفحة 114، وأيضا ما هي أهم أسباب الغلو والتطرف من وجهة نظرك، وما هو واجب المؤسسات التعليمية تجاه الإرهاب في رأيك. هذا طلابي محور حديثنا في درسنا نص الاستماع. سنتحاور فيما بيننا في أن حرية العقل ضرورة للإبداع والتقدم، وأن نتحاور أيضا في القيم الإنسانية المشتركة التي تعزز الأمن والأمانة في المجتمع. هذا طلابي مجمل الحديث لموضوع درسنا. سنلتقي بحول الله في الأسبوع القادم للحديث عن درس النهضة والفكر العربي المتجدد. شكرا لحسن استماعكم طلابي، دمتم برعاية الله.